هذا حزام لتثبيت الصناديق والغطاء فوق بعضه. هذه كراسي لكي يقع وضع الخلايا فوقها. هذه إطارات خصيصا لبيع العسل بشمعة، يقع وضع في صناديق خصيصة مخصوصة. هذه آلة لعصر بقايا الكشك من العسل المتبقي. هذه آلة لتركيب الإطارات. يقع وضع الجانبين واللوحين السفلي والعلوي، ثم بضربة زر واحد يقع امتحان كل الأجزاء مرة واحدة. هذه آلة يقع وضع هنا الألواح لكي يقع احداث فتوحات من الجانب لتمكينها من تقفيصها بما بينها، اي الواح لصنع خلايا النحو. تقوم بتحديد الطول من الجانبين، ثم احداث الفتوحات من الجانبين. يمكن وضع 40 لوح تقريبا على هذه الآلة وحدات الفتوحات دفعة واحدة. يمكن صنع 20 خلية 25 خلية في آن واحد. وقد وضع 4 ألواح والبقية نعمل بلوحين لكي التجربة فقط، ولكن في الحقيقة هي كل مسافة هي تقريبا 50 سنتيمتر. هي تنبأ بالألواح من يقع تحديد الطول وكذلك فتح تلك الأشياء من الجانب الفتوحات.
全是智能控制的，所以说这个操作相当简单。那么我们可以看一下出来这个成品，自动推送出来的，这就是我们已经开好的这个燕尾笋的。هذه العجلة فهي صناعة تخصيص لحمل الأثقال، بحيث أنها تساعد النحال على حمل الأشياء الثقيلة. هنا يحمل تقريبا 200 كيلوغرام بحركة خفيفة، يمكن التحرك بها بسرعة وبدون عناء. هنا بصدد القيام بتحويل خلية نحل، كذلك هنا حركة خفيفة بدون أي مشاكل. يمكن أن تحمل بها الخلية صناديق العسل. تقريبا هذه أهم الأشياء التي وجدتها في هذا الفيديو، تتحدث عن المعدات الجديدة للكوريين. والسلام.